طبعا الإمام إذا قرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا جليا، ونحن طبعا نفترض هذا الإمام ليس إماما راتبا، لأنه يعني مستحيل يكون إماما راتبا ولا يحسن قراءة الفاتحة. نستحضر أن إمام يعني لصلاة فائتة أو ربع طالعين مع بعض هكذا، عدل؟ إن عندنا إمام راتب لا يحسن الفاتحة يعني مصيبة هذه. فالمهم أنه لو أما أحد الناس وأخطأ في قراءة لحن لحنا جليا في قراءة الفاتحة، القاعدة عند أهل العلم تقول كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، في استثناء فقط لهذه القاعدة وهي المرأة لا تؤم الرجال، تصح صلاتها لنفسها ولا تصح إمامتها للرجال. فهناك من صحها، لكن على كل حال هنا إذا كان هذا جاهلا ولم يتعلم ولم يخبره أحد ولم ينكر عليه أحد وعلى البركة ماشي، صحت صلاته لنفسه وصحت صلاته بغيره. لكن إذا كان علم وأصر ما يبي يتعلم، هذا لا يجوز أن يقدم للإمامة. فلو قدر أنه تقدم للإمامة ينظر هنا للمأموم، يقال المأموم هل اعتمدت على قراءة الإمام أو قرأت؟ فإذا قال المأموم لا أنا قرأت الفاتحة لنفسي صحت صلاته، أما إذا اعتمد على قراءة الإمام وكانت قراءة الإمام باطلة والإمام قد نصح أو ذكر ولم ينتبه أو لم يهتم، هنا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة الإمام، لأن المأموم صلى من يعتقد أن صلاته باطل، عفوا صلى خلف من يعتقد أن صلاته باطل. مثل أنا أصلي وراء واحد أدري فيه أنه مو متوضي، ما هو على وضوء قام صلى فينا وأنا أصلي وراء وأنا أدري أنه مو متوضي، فأنا أعتقد أن صلاته باطلة، كيف أصلي وراءه؟ كذلك أنا أعتقد أن هذا الإمام يلحن بالفاتحة لحنا جليا يغير المعنى ونصح ولم يستجب، ما نقول لا يستطيع، لم يستجب، يستطيع لكن لم يستجب، فهنا لا يجوز أن أصلي خلفه، فإن صليت خلفه بطلت صلاتي وصلاته. نعم.